بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الآن مع الفصل الثامن وهو خاص بإرشاد الموهوبين والمتفوقين وأسامهم، وده طبعا من الموضوعات المهمة بالنسبة لنا في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسامهم. في الخدمات الإرشادية المقدمة للموهوبين والمتفوقين طبعا بتأخذ أشكال عديدة، من الإرشاد الجمعي والإرشاد الأقران والإرشاد القرائي والإرشاد الأسري ومجموعات الدعم، وفي الإرشاد الفردي، وده اللي شوية يعني فيه اهتمام خاص بذوي أو الموهوبين والمتفوقين. أكثر أنواع الإرشاد يظهر في الأوضاع الفردية أو الإرشاد الفردي مع أخصائي أو مرشد نفسي ذي كفاءة ومهارة. ويستفيد الأطفال الموهوبين دول بيستفيدوا من الإرشاد الفردي في بيفتح لهم مجال في التعبير عن مشاعرهم، يعني بيديهم الفرصة ان هم يعبروا عن مشاعرهم الخاص والكشف عن الخبرات الماضية، وكمان ايه المشكلات اللي قابلتهم قبل كده والصراعات غير المحلولة. كل المشكلات اللي قابلتهم او اللي بتقابلهم بيساعد الارشاد النفسي في حلها بالنسبة للموهوبين والمتفوقين. طيب عندنا احنا هنقدم لهم ايه من البرامج الارشادية الفاعلة للموهوبين؟ طبعا عندنا اول شيء الارشاد الاكاديمي، ده مهم بالنسبة لعملنا احنا في مجال التربية الخاصة. كمان عندنا ارشاد نمائي والارشاد الاسري والارشاد المهني والارشاد الاجتماعي والارشاد الوقائي. هذه هي الموضوعات اللي هنتحدث عنها بالنسبة لارشاد الموهوبين والمتفوقين. اول شيء طبعا عندنا الارشاد الاكاديمي. طيب الإرشاد الأكاديمي للطلبة الموهوبين في تزويد الطفل وعائلته بمعلومات أساسية عن مراحل النمو والمرحلة التطورية التي يمر بها، وخصوصا عند انتقاله من مرحلة الطفولة المتوسطة إلى مرحلة المراهقة، وتزويد هذا يعني الموهوب أو المتفوق بمعلومات عن التنظيمات المدرسية وتغيرها من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية فالثانوية إلى المتوسط والثانوي. ويجب دمج الإرشاد الأكاديمي مع الخدمات الإرشادية الأخرى كجزء من العملية الإرشادية ليتمكن الطفل الموهوب أو المتفوق من معرفة الصعوبات التي سيواجهها. وده نقطة مهمة أن احنا نحاول أن نقدم لهذا الطفل الموهوب أو المتفوق ما هي بعض المشكلات التي قد ستواجهه، ومن ذلك نضع لها حلول مسبقة، وكده احنا بنساعده في ان هو يتفوق ويستمر في تفوقه، وبنساعده ان هو يكون من الطلاب المتفوقين في المجال الاكاديمي. طيب بعد كده كمان هننتقل للإرشاد النمائي. والإرشاد النمائي يجب اعطاء النمو النفسي للاطفال الموهوبين اهمية خاصة، حيث أن تسهيل هذا النمو يعتبر دورا أساسيا للمربين. وهنا لا شك أن المسؤولية الأخلاقية باتجاه هؤلاء الأطفال تكمن في كونها أكثر من يعني إحنا مش فقط لغير هنقدم لهم معلومات يعني نحشو بها أدمغتهم أو يعني تكون موجودة داخل عقولهم، لا، فالمعلومات دي كمان لازم تقدم في إطار تربية هؤلاء الأطفال الموهوبين وغرس القيم، نغرس القيم كمان الموجودة بالنسبة لهم في نفوس هؤلاء الأطفال. فمن الواجب على الجميع تسهيل نموهم بما يتفق مع اتجاههم وأفعالهم، وطبعا ان احنا نقدم لهم صور من القدوة ويكون عندهم خلال هذه المرحلة نمو انفعالي ونمو اجتماعي سوي، ونساعدهم أنهم يتفوقوا دائما في المجال الأكاديمي.